الإجابة على آخر عام، أولا المدير وهي ولي التدريب أو عضو جمعية التدريب. بالنسبة للمؤسسات التربوية، كل مؤسسة لها قائد، كما هو في حال جميع المؤسسات الإدارية وغيرها من المؤسسات. هذا القائد هو الذي يسطع سياسة هذه المؤسسة، وهو الذي يخلق الجو العام الذي يسود المؤسسة من أجل التحصيل الجيد للتلاميذ، ومن أجل خلق الأجواء المناسبة لتتفق جهود الجميع. هناك طاقم إداري، طاقم تربوي، عمال مهني، هؤلاء كلهم مسخرين من أجل مصلحة التلميذ وإعطاء الصورة الحسنة للمؤسسة. هذا المسعى إليه دائما بإعداد نظام داخلي كل بداية سنة دراسية على مستوى كل مؤسسة لتطبيقه ولأداء الرسالة الأساسية لهذه المؤسسة التي هي التحصيل العلمي الذي يكون على شكل نقاط تقييمية لمعرفة مستوى كل تلميذ. هذا بالنسبة لسيد المدير الذي يجب عليه خلق جو مناسب في مؤسسته قبل أن يعممها على جميع المؤسسات التي هناك مؤسسات رائدة على مستوى الولاية، ونتمنى أن تحدو حدوها بعض المؤسسات. بالنسبة للأولياء، الأولياء هم شركاء أولين وأساسيين. التلميذ يبقى في المؤسسة 6 ساعات على أكثر تقدير في اليوم، والباقي أي 18 ساعة الباقية هي خارج المؤسسة، خارج الأسواق، في الشارع، في البيت، إلى غيرها من ذلك. نحن دائما نحاول أن نكون قدوة لغيرنا. نريد أن نجعل المؤسسة تقطع على الشارع، لكن هذا بمساعدة الأولياء الذين هم دائما في سندنا، مثل الأولياء الذي كان يتكلم عن الغش. الغش ليس ظاهرة عامة، هو قلة قليلة. السنة الماضية حالتين غش بكالوريا بالنسبة ل 200 مشاهد فقط على مستوى كل ولاية، ونحن هاتين الحالتين نريد أن نقضي عليهما لكي يكون هذه السنة. السيد رئيس المجلس والسيد النائب العام سوف يقومان بجولة للمؤسسات لتوعية التلاميذ توعية وليس ردع. وشكرا جزيلا.